السلام عليكم. هنتكلم النهاردة ازاي نخزن النعناع الأخضر دوا ونخليه يقعد معانا فترات طويلة، بحيث ان فترات معينة ما بنلاقيش النعناع دوا، عايزين نخزنه بحيث ان احنا لما نحتاجه في وقت في الوقت ما فيهوش نعناع وحاجات زي كده او اعشاب، الكلام ده كله هيبقى متوفر معانا. يعني مثلا زي كده هيبقى هنعمله تجفيف، بس بتجفيف من غير ما يغير طعمه او اي حاجة في خواصه. زي كده هتلاقي عندك النعناع أخضر، تقدر تستخدمه عادي وتحطه ايه تستخدمه عادي بسهولة. اول حاجة هنعمل ايه، هنجيب النعناع زي ما احنا شايفين كده ونغسله كويس ونصفيه من المية بمصفى، تمام، ونسيبه لحد ما يتعمل. وبعد كده هنجيب طبق نحط تحتيه عبارة عن فرطة بيضة بحيث انها تمص اي مية، ونسيبه ينشف في الظل. موضوع ان احنا ننشف الحاجه في الظل هتفضل محتفظه بالخواص بتاعتها من غير ما تتغير خالص، من خواص الطعم والتذوق كل حاجه فيها تمام من غير ما تتغير خالص. اما لو تعرض للشمس هتلاقي طعمه اتغير. اهم حاجه واحنا محتفظين بيه في الظل نقلب الحاجه كل فتره، يعني كل يوم نقلب باتجاه مختلف عشان ما يحصلهاش حاجه معينه. خليكم زي ما قلنا فرطة بيضة كده تمام، ونجي نحط النعناع الأخضر اللي هننشفه في الظل. أهم حاجة يتنشف في الظل عشان يحتفظ بنفس الجودة بتاعته، تمام. ونحط كده طبقة خفيفة كده وما نكترش عشان ايه، هنسيبه ينشف في الظل مع نفسه. أهم حاجة كل يوم والتاني نغير اتجاهه ونقلبه عشان ما نحصلش ان هو ينشف أو يتغير. خليكم معانا وهنقلب زي ما قلنا. أعزائنا متابعين قناة مطبخ 5 نجوم، عشان توصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنعملها المفيدة بالنسبة لكم، ياريت نضغط على زر الاشتراك الموجود تحت أي فيديو من الفيديوهات على القناة. اشتراك، أول ما تضغط على زر الاشتراك هيظهر لحضراتكم علامة صح إنكم مشتركين في القناة، وهيظهر جنبها علامة الجرس. عشان تظهر لحضرتك إشعار بكل فيديو جديد نازل لازم تضغط على تفعل علامة الجرس، اضغط عليه كليك كده. وتحط علامة صح قدام إرسال إشعار، إرسال جميع الإشعارات بشأن هذه القناة، وتدوس على حفظ. مجرد أي فيديو هينزل هيجي لحضرتك إشعار كده في الفوق خالص هنا عند الجرس عند قناتك بإن في فيديو جديد من مطبخ 5 نجوم. بشكر حضراتكم لمتابعتنا للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.